عرفانا بالتضحيات الكبيرة التي قدمها الشهداء في معركة الدفاع عن الشرعية واستعادة الدولة، احتضنت قاعة المجمع الحكومي في مديرية الشمايتين حفلا خطابيا وفنيا لتكريم أسر شهداء المديرية، نظمته مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى. نحن اليوم في مهرجان الوفاة في مديرية الشمايتين الحجرية نقوم بتكريم أسر الشهداء، عدد 210 أسرة شهيد، كأقل واجب يمكن أن نقدمه عبر مؤسسة رعاية للجرحى وأسر الشهداء. قيادة الجيش الوطني والسلطة المحلية في المحافظة شاركت في الاحتفال، ودعت في كلماتها السلطة الشرعية إلى ضرورة الاهتمام بأسر الشهداء والجرحى كأقل واجب تجاه ما بذلوه من تضحيات في سبيل الوطن. هذا المهرجان يبعث الأمل لدينا في الجيش الوطني إن هناك ناس خلفنا وجنود مجهولون يقومون بأعمال خيرية ممتازة تخدم القضية العادلة التي نقاتل من أجلها، ترفع الروح المعنوية لدى المقاتلين في جبهة القتال. تكريم الشهداء ورعاية أسرهم هي مسؤوليتنا جميعا، وهذه بداية نعتبرها اليوم في تكريم شهداء مديرية الشمايتين. كلمة أسر الشهداء التي ألقيت خلال الاحتفال عبرت عن شكرها لهذه اللفتة تجاه حقوق من قدموا دماءهم رخيصة من أجل الكرامة ومعاناة أسرهم المكلومة. وأنا أكرم أيضا صغار مدرسي الذي كان يعلمني في مدرسة الشعيب عبد الرقيب عبد الوهاب، وأنا أكرم أيضا معلمتي التي كانت تدرسني كذلك مادة التربية الإسلامية التي فقدت شبلها في مواطن البطولة والشرف، هي الحجرية حيث تشرق الشمس رجال الله في الأرض والميدان. بنت شهيد الإنسانية، الدكتورة التي ضحى بروحه وضحى بأولاده وعائلته عشان هذا الوطن، وأنا أفتخر أنني بنت الشهيد عبد الحليم. المهرجان هذا يشرفني أنني أحضره، برغم أنه يعني ما فيش أي حاجة تقدر تكفيني عن أبيعه تعوضني عن حنانه ومحبته لي، لكن أني أفتخر أنه ضحى بروحه عشان وطننا هذا. في نهاية الحفل كرمت قيادة الجيش الوطني والسلطة المحلية أسر الشهداء بدروع ومبالغ مالية رمزية، تعبيرا عن المكانة الكبيرة للشهداء في قلوب الشعب ومؤسساته العسكرية والمدنية. يد تذود ويد تجود، شعار عايشناه واقعا هنا في مديرية الشمايتين من خلال هذا الحفل التكريمي لأسر من ضحوا بدمائهم من أجل حرية هذا الوطن. فواز الحمادي، قناة بلقيس، من مديرية الشمايتين، تعز. Thank you.